ايه الاخبار؟ النهارده هنتنقل لتاني فيديو في ليفغ بونجور لمنهج دوزيام بريباراتوار تانية اعدادي في انيتي ان، في اول وحده انفيتاسيون اون فامي اللي هي دعوه عائليه. هننتقل هنا اللي فاغ ان فات، لو هنعمل حفله هنعمل حفل ازاي؟ عندي طبعا هنا مكتوب انانيفرسير، انانيفرسير يعني عيد ميلاد. فبيقول لي بقى بور فير اون فيت اون ا بيزوان، يعني علشان نعمل حفل محتاجين ايه بقى؟ او ممكن نقول بور بريباري اون فيت الفو، علشان نحضر لحفل يجب. يبقى انا ممكن يكون عندي طريقتين، ان انا عشان اعمل حفل هحتاج، او ان انا عشان احضر لحفل يجب. ايا كانت الطريقه اللي هنتكلم بيها، فدي الحاجات اللي احنا محتاجينها للحفل. عندي هنا ان جاتو، وان جاتو قلنا ان هي تورته، ان جاتو دي بالون، دي بالون اللي هي البالونات، ودي كلمة ماسكولين مذكر، يعني لو بالونة واحدة فهي هتكون بتاخد يعني انا وعندي بالونة واحدة، مش بالونات كتير طبعا، يعني انا هناخد فيه بالونات كتير، هنديها هتبقى ان بالون لو بالونة واحدة، وطبعا هتكون من غير الاس. بعد كده عندي دي بواسون، دي بواسون دي كلمة فامينا، يعني لو مشروب واحد هيكون اون بواسون، ودي معناها مشروبات، ان دي بواسون او اون بواسون. عندي كمان دي بوجي، دي بوجي اللي هي الشمع، ودي بوجي دي كلمة برضو في ميناء، يعني لو عندي شمعية واحدة فهتكون اون بوجي. يبقى انا كده عندي اربع حاجات اهم حطيناهم عشان عيد الميلاد، ان جاتو، دي بالون، دي بواسون، ودي بوجي. بعد كده بقى عندي اون اوفر دي كادو كوم، يعني ايه بقى؟ يعني بنقدم الهدايا، مثل بنقدم هدايا مثل ايه؟ مثل مثلا ان بيسيكليت اللي هي العجله، ان بيسيكليت دي لونيت دو سولي، دي لونيت دو سولي يعني نظاره شمس، نظاره شمس، ان مونتر، ان مونتر يعني ساعه، ان بوكي دو فلور، ان بوكي دو فلور اللي هو بوكي ورد، ان جرافات، ان جرافات اللي هي الجرافطه، ان فلاكون دو بارفان، ان فلاكون دو بارفان اللي هي زجاجه البارفان. عندي هنا بقى بيقول لي شويه اسئله كده، ايه الاسئله اللي عندي؟ طبعا الاسئله دي موجوده عندنا على جوجل فورم، وممكن تحلوها لوحدكم، وكمان معمول لها اوتو كوريكت، يعني هتحلوها او تتصحح وتعرفوا ايه غلطك. عندي هنا بقى بيقول لي شوازي لا بون ريبونس، هنختار الإجابة الصح. على فيت اون مونج، في الحفل بناكل ايه يا ترى؟ هل يا ترى هناكل دي جاتو، هناكل جاتو، ولا هناكل ورد دي فلور، ولا هناكل دي كادو هدايا؟ اكيد هناكل دي جاتو، هناكل تورته. على فيت اون اوفر، يعني في الحفل يا ترى هنقدم ايه؟ مون فرير اخويا، ولا هنقدم ان كادو هدية، ولا هنقدم دولي لبن؟ اكيد هنقدم ان جاتو. برافو عليك. على فيت اون اشيت، في الحفل بقى هنشتري ايه؟ دي كادو، هنشتري هدايا، ولا هنشتري انفيتاسيون دعاوي، ولا هنشتري دولا ميوزيك موسيقى؟ اكيد هنشتري دي كادو. بوغ انفيتي لي جون على فيت اون اكري، علشان نعزم الاشخاص او الناس للحفل هنكتب ايه بقى؟ هنكتب دي لاتر جوابات، ولا دي كارت دانفيتاسيون، كروت دعوة، ولا دي فلور؟ أكيد هنكتب لهم كروت دعوة، دي كارت دانفيتاسيون. على فيت اون، في الحفل اون دور هننام، اون ايكوت دو لا ميوزيك هنسمع موسيقى، ولا اون في لي ديفوار هنعمل الواجب؟ أكيد على فيت اون ايكوت دو لا ميوزيك هنسمع موسيقى. طيب بور اورجانيز اون فيت، علشان ننظم حفل، il faut دي بوجي لازم يكون عندي شمع، ولا دي ستيلو اقلام، ولا دي كلي مفاتيح؟ اكيد طبعا علشان ننظم حفل وانا هعمل حفله اكيد ما اكون محتاج دي بوجي. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك وتبعتوه لكل اصحابكم علشان نكمل شرح البروجرام بتاعنا. وما تنسوش هتلاقوا الكتاب دوت موجود بصيغه البي دي اف، وموجود كمان على شكل كتاب ان احنا نقدر نتصفحه على الكمبيوتر، وهتلاقوا الليفغ كمان، الكتاب كمان ليه الاكزرسيس بتاعه كله موجود، ونقدر يكون تصحيح تلقائي، يعني مش هنحتاج حد يصلحه لنا وهنعرف غلطاتنا على طول.
ما تنسوش لايك وشير واغب واغب، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.